الزمالك بقى فريق عواجيز بعد ما جاب عبد الله سعيد، سخرية مثيرة من رامز جلال في استقبال مدافع القلعة البيضاء حمد الونشة ومدافع الأهلي محمد عبد المنعم، مش هتصدق اللي عمله. حلقة مثيرة من رامز جاب من الآخر وقع فيها مدافع الأهلي محمد عبد المنعم وحمد الونش ضحايا في برنامج رامز جلال، لكن المثير كان في تعليق رامز في استقبالهم. رامز قال هحارب التعصب والتعصب، ويا ولية اللي اتغلب. معانا النهارده نجمين من أهم ناديين، الأول نجم أهلاوي كفاية جونه في الوداد البيضاوي، والتاني عنيد وصلب في الدفاع جايبهم علشان يتحدوا. معنا ومعاكم غضنفر الأهلي ووحش الجزيرة وقشاش ميت عقبة محمد عبد المنعم ومحمود الونشة. المثير كمان كان في تعليق رامز على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد، وجه سؤال الونش وقال له كده بعد الزمالك متعاقد مع عبد الله بقى فريق عواجيز، وهنا جاوب الونش وقال له لا طبعا مش بس كده، لكن كمان سأل رامز الونش وقال له طب مين المهاجم اللي تخاف منه؟ هنا جاوب الونش وقال مفيش. كمان رامز جلال فاجئ مدافع الاهلي محمد عبد المنعم وقال له سؤال مثير على الهواء، وهو لو الونش موجود في المنتخب يلعب عليك؟ وهنا جاوب عبد المنعم وقال له لا طبعا ومفيش مهاجم يلعب عليا. وسأل رامز محمد عبد المنعم الونش وقال له بيقولوا عليكو انه في مشاكل بينكم، وهنا نفى الونش وعبد المنعم اي ازمة بينهم وان العلاقة بينهم كويسة. الحلقة كمان شهدت على انفعال محمد عبد المنعم على رامز جلال بسبب المقلب، وفضل طول الحلقة يقول له لا يا رامز، لكن حاول حمد الونش انه يهدي. ويشهد برنامج رامز جاب من الاخر في الموسم الجديد الكتير من المفاجآت والمواقف غير المتوقعة ومشاركة كتير من النجوم اللي بيظهروا مع رامز، وكشف البرومو جزء من هذه المفاجآت، حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، منهم أحمد السقا وسمية الخشاب وباسم سمرة وحمد البرغني، أيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باملا الكيك، محمد شاهين، حسن العسيري، والعديد من النجوم الآخرين. فكرة برنامج رامز جاب من الآخر مختلفة عن المقالب اللي قدمها طول السنين اللي فاتت، بداية من 2011، وبيظهر رامز جلال لضيف البرنامج مع وصوله موقع التصوير، وبيتفق معه على إجراء حلقة حوارية بعيدة عن العنف والمقالب اللي اشتهر بيها، لكن بعد دقايق بتتحول الأمور فجأة، وبيسقط الضيف في فتحة أنبوب ليصطدم بشخص مشهور تاني بينهم خلاف، وبيظهر رامز جلال في المرحلة دي مرة تانية علشان يكشف إن اللي بيحصل هو مقلب، وبيضطر الضيوف في البرنامج إنهم يبذلوا مجهود كبير علشان ينتهوا من مراحل البرنامج. الساعات اللي فاتت الفنان حمادة هلال فاجئ الكل بتصريحات مثيرة عن برنامج رامز جلال، وقال رحت البرنامج قبلها بثمان ساعات، جالي التليفون لازم تسافر لدبي، هتروح لرامز، عجبني فكرة البرنامج انه خلاص رايح اقابل رامز وعارف انه مش هيسيبني،